على أصوات مستمعينا، مرحبا بكم معنا مباشرة. إذن البداية بمعلومة اليوم. مع كل دخول مدرسي كيتجدد واحد الموضوع وكيبدا الحديث عليه بقوة. مجموعة ديال المدارس أو مجموعة ديال الجامعات اللي كترفض أنها تسجل طلبة اللي عندهم بكالوريا مرت عليها سنوات. إذن واش هذا الرفض قانوني؟ وشنو ممكن هاد الطلبة يديروا كإجراء باش طبعا يستفدوا من الحق ديالهم في استكمال الدراسات ديالهم؟ دكتور أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكِ. ورقة البكالوريا ماشي ورقة، ماشي وثيقة اللي غادي يدوز عليها 3 شهور وغادي تصبح غير مقبولة قانونا تتفسد. هذيك البكالوريا راها ديبلوم، شهادة جات كتوج مجهود ديال التلميذ لمدة سنوات، يعني راه مبنية على شهادة ابتدائية ومبنية على الإعدادي والتخرج من الإعدادي، وعاد وصلنا للثانوي وسنة أولى بكالوريا وسنة ثانية بكالوريا وامتحانات وجهاوي ووطني امتحان موحد، هذا الشيء كله والخلعة والضغط وسهر الليالي وسوايع وتكلفة عالية غالية وكتب ومحنة، وبسببها كان اطلاقات، وبسببها كان فراق، وبسببها كان دباز، وبسببها كانت امراض، وبسبب هذيك باش عاد حصل هذاك التلميذ على شهادة البكالوريا. فمن غادي يحصل عليها وكانت عنده ظروف ما خلاتوش يقرا، غلط في الوجهة اللي مشى فيها، قرر يشتغل ومن بعد ندم على الاشتغال ديالو، قال نقرا بغيت نرجع نقرا، دار الطب وما بقاش باغي الطب من بعد 3 سنين و4 سنين، او سال الطب وبغى يدير القانون، غادي تجي انت وغتقول له لا ما نقيدكش على الاتفاقيات الدوليه اللي مصدق عليها الحكومه المغربيه، ما كتعطيش الحق لكل مواطن الحق في الولوج الى المؤسسات التعليميه بما فيهم المؤسسات الجامعيه. على الدستور ما كيوضعش من الحق في التمدرس والحق في طلب العلم حق من الحقوق الاساسيه، بحالو بحال الحق في الحياه، بحالو الحق في الحق في السكن، بحالو بحال الحق في الشغل. واش عمر الناس كيرغبوا وكيحفزوا الناس باش يتعلموا وحنا نحبطوا الناس اللي باغيين يتعلموا، كنوضع لهم شروط تعجيزيه، كنعقدوا لهم الامور. فالقانون مع تسجيل، ولكن حنا عندنا واحد القاعده في المغرب اللي كيديروها الناس اللي في الاداره بزاف. اشنو هي؟ هي انه داك اللي في الاداره اللي مسؤول جالس مع راسه وتيخسر عليك لا، وتيقول لك سير عطاك القانون شي حاجه مرحبا. اي ولكن باش انت تمشي للقانون خصك تخسر فلوس وخصك وقت وخصك مجهود وخصك تضحيه باش توصل الحق ديالك، ولاش الاخر غادي يصيفطك هكا كتجري وتجاري وتكرفص وهو بامكانه يسجل ويطبق القانون ويسجلك؟ لا، غادي يخليك هكاك كتمحن وكيستعمل هذاك الصلاحيه اللي عنده هو باش يقيدك ولا ما يقيدكش، تيقول لك سير. هذا بعد راه خصو تعتبر خطا شخصي، وخص الناس اللي يديروا دعوه ضد هذه المؤسسات خصهم يديروا الدعوه ضد الشخص. وعمر شي وزاره ولا باش نشخصن، عمر شي وزير ما عطى تعليمات لشي جامعه ولا شي كليه وقال لهم الله يخليكم ما تقيدوش صحاب البكالوريا القديم. إذن علاش الوزاره غتبنى هذه المسؤوليه؟ لا، ماشي هي المسؤوله، هذاك المسؤول هو اللي قال ما تسجلش، هذاك هو اللي خصو يتحمل المسؤوليه الشخصيه، ولا طلبناه بالتعويض هو اللي خلص من الجيب ديالو التعويض. وتشوف ديك ساعات العام اللي موراه واش يجي شي واحد يتقيد يقول له ما تقيدش؟ إذن هو تيتخبع في ديك الاداره دبراس مع الاداره سير المحكمه. إذن أي واحد عنده بكالوريا ديال 70 ولا ديال 88 ولا ديال 92 ولا 2014 ولا 2020 بغيت تقيد في 2022 2023 الموسم الدراسي او الجامعي ديال 2022 2023 من حقه يتقيد، حقه القانوني والدستوري مضمون له، انه كيضمنوا له هادو بجوج القانون والدستور والاتفاقيات الدوليه كيضمنوا له الحق انه يتسجل. حنا شرحنا الاكراه اللي تيكون عند العميد، حيت العميد هو اللي كياخذ هذا القرار
ولا ما خداش هو شخصيا ولا قالوا هو اللي بلغوا لهذاك المرشح اللي بغى يتسجل كيبلغوا له المسؤول على الشؤون الطلابيه ولا المسؤول على قسم التسجيل كيقول له ما تقيش اصحاب البكالوريا القدام. ملي كتجي انت عنده تيقول لك سمح لي سيدي راه الكليه كتقول لك ما نقيدوش اصحاب البكالوريا القديم وتيخليك انت تمشي تطعن. اشنو كيخلقوا فيك هادو كانت كمواطن احساس دابا بمن يثقوا؟ واش يثقوا بالقانون ولا يثقوا بالواقع؟ الواقع تيقول القانون تيقول لك عندك الحق تقيد ودير سنه اولى شريعه اسلاميه ولا علوم ولا قانون ولا اداب عربي ولا فرنسي ولا انجليزي ولا اسباني هذا القانون ولكن الواقع تيقول له لا وسير سير طلع جري طوالك. إذن راه توقع له سكيزوفرينيا هذا المواطن غيمرض توقع له انفصام في الشخصيه يمكن غادي يقول دابا ما فهمتش دابا انا ما فهمتش دابا هذا القانون كيقول عندي الحق نتقيد وهادو تيقول لي ما تقيدش ودابا بمنطق إذن البلاد ما فيها قانون إذن ما تبقاوش تقراو علينا الزبور ديالكم تبقى تقول لنا القانون القانون تيقول ما كاينش القانون في هذه البلاد. هذا هو الاحساس اللي كيتولد عند المواطن صافي وكيبدا في الفوضى وتا هو كيبدا يدير الفوضى من تما كيخلق نهرس البوطو ديال الضوء الاناره العموميه من تما تيخلق نتكرفس على المناطق الخضراء من تما تيخلق رمي الازبال راه من هنا كنخلقوا هذا الاحساس ديال الانتماء امورها كيجي الحريق كمرحله اخيره. شنو هي المرحله الاخيره؟ هي الحريق يعني كاع حياتي كلها نوضعها على كف عفريت اذا فلت راني مشيت وإذا ما فلتش نموت صافي انا بحال ميت انا حي ولكن انا ميت هادو حيدوا لي حقي في الدراسه انا بغيت نقرا ما يمكنش انا كنعرف بزاف ديال عناصر الشرطه اللي كيديروا تنظيم السير شرطة ديال المرور اللي عندهم واحد القارحه باش يقراو لا تتصور بغي يعرف القانون وكيمشي يتقيد في الكليه تيقولوا له لا على خصو تيمشي عند شي واحد يكون تيعرف شي واحد ولا شي استاذ ولا عاد يقيدوه هذاك راه حقه خصو يتقيد ومن غير الشرطه كاين ناس بزاف اللي كيبغيو يقراو كاع سالا وقريتهم في واحد الميدان معين وبغى يقرا يتعمق في شي ماده واحده اخرى من حقه خصنا نفتحوا له البيبان وخصنا نسهلوا عليه وخص الطلبه ملي يكونوا مسجلين وتيقراو هذوك اللي موظفين ولا اجراء ولا كيخدموا في المهن الحره خصهم حتى هما يعرفوا بنفسهم الاستاذ باش الاستاذ يلقى لهم كيفاش يتعاون معهم حيت يكون عندهم اكراهات مهنيه كيفاش تلغيبوا كيفاش يتعامل مع الغياب ديالهم كيفاش يعطيهم يشتغلوا كيفاش يشاركوا في عروض كيفاش يسهل عليهم الماموريه. ولكن هاد الطلبه راه حتى هما تيغلطوا كيسحبوا راه دابا الخدمه هي الاساس وملي كيرجع يقرا كيرجع القرايه غير شي حاجه غير زايده لا راه ما زايداش راه كتكون اما ملي كتكون في المدرج راه انت تصبح طالب وطالب مطالب بالتزامات اذن خصك تكون في المستوى وغالبا هذوك الطلبه اللي تيكونوا خارجين من من, من عالم خارجي يعني ديال اللي كيشتغلوا يعني مهنيين كيكونوا كيشتغلوا غالبا ما كيحفزوا الطلبه الاخرين وكيرفعوا من المستوى ديال ذاك المدرج ديال ذاك المستوى اللي كانوا كيقراوا فيه الطلبه اذا كان سداسي اول او ثاني ولا ثالث كيرفعوا من المستوى وكيحفزوهم وكتلقاهم نشيطين وكيديروا عروض وتيشتغلوا بحال لا كيعرف راسو اشنو فاتو ودابا عارف القيمه ديال ديك الجلسه في المدرج اشنو هي وكيجيبوا نقاط ممتازه. اذن هاد الناس هادو عندهم هاد الشحنه كلها انا غادي نحرمهم ونحرم البلاد منهم على هذاك الشرطي ملي غادي يدير الاجازه ويدير الماجستير ويدير الدكتوراه ما غاديش يكون مسؤول ويزيد يترقى ومن غير ترقى ويكون دارس العلم العلوم القانونيه ماشي احسن لبلادنا. اذن بركة ما نبقاو ناكلوا الناس في الحقوق ديالهم ببساطه بجره قلم او بكلمه لا ما يمكنليش نقيدك الله يجازيكم بخير العمداء خذوا بيد هاد الناس خاصه ملي كتلمسوا فيهم الجديه وباغيين يقراوا حيت كاين بزاف اللي كيجيو غير كيعمر السوارج كيتقيدوا ولكن ما كيقراش. انا كنهضر على اللي باغيين يقراو خصنا نسهلوا لهم هذه الماموريه ونساعدوهم وناخذوا بيديهم ونقول لهم اجيو تقراو مرحبا بكم هذه الكليه ديال الجميع ويدخلوا يقراو ما نصيفطوش انا للمحكمه باش يمارس الحق ديالو اللي هو الدستور تيكفلوا له حتى الدستور تيرجع فارغ من المحتوى ديالو. ملي نجي انا نقول لك هذا الدستور الفصل
كذا وكذا تيقول بانني عندي الحق في التمدرس وخصني ندخل للعلم ونولج المؤسسات التعليميه وتجي انت تقول لي لا. تيرجع داك الدستور ما بقاش عنده مصداقيه. يقول تقول له انت القانون، اقول لك صدعتينا بالقانون، راه ما كاين لا قانون لا حتى شي حاجه. اذن خصنا نساهموا فرض الاعتبار لنصوصنا القانونيه ونحترموهم ونطبقوهم، حيت راه القانون ماشي قابل للتطبيق، القانون يطبق ماشي قابل، يعني على حسب شكون انت. إذا كنتي شي حاجه مزيانه غنطبق نعطيك حقك، ولا ما كنتيش شي حاجه نصيفطك نقول لك آه حنا ما يمكنناش. إذا قلت بان العمداء تيكون عندهم واحد العبء واحد الهاجس، هو واش ذاك المدرج غيكفيهم؟ حيت فعلا إذا جيت نتكلم غير على الكليه اللي انا كنعرفها كليه الحقوق، راه المدرج كتلقى فيه 600 700 طالب تيقرا الحصه، كتلقاهم جالسين في الدروج، كتلقاهم جالسين في الباب الكرسي كيجيبوا الكراسه مع برا ويجلسوا تقريبا في الباب. الا بغيتي انت تدخل خصك تدخل تبقى تنقز من لهنا وتنقز من لهنا وتنقز باش تلقى بلاصه. راه فعلا كاين تكدس، ولكن هذا خصو تدبير، هذا خصو حكامه. واش الحل هو اننا نحرم هاد الناس يتقيدوا؟ ماشي هذا هو الحل. حنا بالعكس، حنا عندنا تضخم في الجهل والاميه، خصنا نزيدوا نوقفوا ضد هاد الاميه والجهل ونرفعوا من المستوى ديال العلم ديالنا والتوعيه. نعم، إذن من حق طلبة لحاملي شهادة بكالوريا مرت عليها سنوات من حقهم إذن التسجيل في الجامعات المغربية. إجراء قانوني هو ملي يقول لك لا، حيت أنا ما بغيتش نوصل كاع الإجراءات القانونية، حيت خصو ياخذ حقه بلا محكمة. ولكن إذا التجأتي للمحكمة وكنت مضطر كتصيفط إنذار للعميد وإنذار رئيس الجامعة لرئيس الجامعة، حيت خصنا الناس يعرفوا بان العماده ما عندهاش شخصيه معنويه. اللي عنده شخصيه معنويه يتقاضى في المحكمه، وكنتقاضى معاه في المحكمه هي الجامعه ورئيس الجامعه، في شخصي رئيس الجامعه الذي يمثل ايضا الوزاره. كنصيفط انذار عن طريق مفوض قضائي رئيس الجامعه والعميد، نقول لهم الله يجازيكم بخير، جيت ورفضتوا لي نتقيد، دابا كنعطيكم مهله ديال 8 ايام، يا اما تراسوني تقول لي جيب الملف ديالك باش نتقيد، ولا غنضطر نلتجئ للمحكمه. وديك الساعه تلتجئ للمحكمه الاداريه ويطالب بالتسجيل ويطالب بالتعويض. وإلا بغى يمشي في الاستعجالي يمشي مباشره للاستعجالي، يطلب رئيس المحكمه امر بتسجيله في الكليه. واضح، اذا الحق في التعليم حق، طبعا كيكفلوا الدستور لكل مغربي ومغربيه.